اتوقع. يلا اعطونا اياه. كاتب صبحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، نقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صباح جميل ويوم جميل وهواء عليل وجه جميل اليوم معنا بضيوف جميلين، نقول لكم صباح النور. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة. ربك رحنا للبلبس شان من مجل هذا الحين ها شان وجه للبلبس يلا الحين نسوي تقهوى تقهوى يا مسعود الله ما بتروحون نروح المعارض ابارك بركب معكم ما معي سيارة يلا البل ما حد راح ينصب فيك سلام نظر يا الربع مساكم الله بالخير حياكم الله اعزائنا المشاهدين وصحبه اجمعين. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اليوم الجديد من فقره مساءات. اليوم حلقه مختلفه، حلقه ثريه، حلقه مليئه بالجمال بالكمال، حلقه اذا عرفت عمن تتكلم فلتعرف تتكلم عن اعظم مخلوق في هذه الدنيا. عن تلك جميل جدا ملخص هذا اليوم ومختصر نوعا ما. ابو يوسف بما ان لك ايام مننا واكيد انك ما تختفي اكيد انك متابعنا عن قرب متابع نعم كنت متابع انطباعك عن البرنامج بشكل عام عن المتسابق.